اللي شو في عندك اثبات عليها؟ اثبات موجود بخزنة المرحوم خيك نعمي. شو كان فيه بالخزنة لما فتحتها؟ قلت لك طلعت فاضي. مكرم، شو كان فيه بقلب الخزنة؟ بدن اياك تموتي مثل ما ماتوا اهلك. شو بدي اعمل لك؟ حظك عاطي. ايه بس الصور اللي شفته حقيقة مش كذبة. حقيقة بالنسبة لك وكذبة بالنسبة لي. فكر بولادنا، فكر بمستقبلهم، فكر بآخرتنا أنا وياك. بتشوف إنه اللي عم بعمله أنا هو الصح. ياسمين بنت عمي نعمة، من وحدة كان مجوزة بقبرص؟ قصة التبني هيدي اخترعها عمك لأنه كان خايف من مرته. ايه مجد، شو صار معك؟ ليه تأخرت؟ إن شاء الله بتسلمي ستنا. ياسمين صارت بكعب الوادي. تأكدت إنها ماتت؟ 100%. حط التليفون عم. قلب جو وخذوا عنا زارة. قفش. كل اللي صار معي كانت ورا مرت عمي ليلى. حتى الإنسان اللي حبيته وانغرمت فيه كان عم يتأمر علي. رح خبركم اللي اعترفت فيه أمكم واللي اعترفوا فيه مجد وسمر وفراس. بوجور. بوجور. وارد لست ياسمين. سلامتك. من فراس. كيف الورد زبالة وهذا الاسم ما بدي اسمع فيه. Thank you.
فراس كان متفق مع الماما يعمل هيك بياسمين؟ شو؟ مش عم صدق. لعبة كانت انه يوهم انه بحبها ويختفي، بس الظاهر كان عم يوهمك الك انت، وانغرم فيها وكشف كل شيء ووصلنا لهون. يعني فراس تركني كرمال ياسمين؟ تركك كرمال مصرياتها مش كرمالها. كمل عمي كمل لنعرف شو عاد صار. يا بنتي يا حبيبتي، لولا فراس كنا هلأ لا سمح الله الله لا يقدر عم نتقبل فيك التعازة، مش هيك بيردوله جميله؟ حتى باسمه ما بقى بدي اسمع، ما بقى بدي اسمع بإنسان حول حياتي لجحيم. كان مغلوب على أمره ورجع صلح غلطه. غلطه ما بتتصلح لو شو ما جرب يعمل. هيدا الإنسان رح ادعي عليه وقلعنه كل حياتي، هو وليلى، هول اتنين اللي دعوا انه بيحبوني، هول معبيين حقد وكره كانوا بس عم يعملوا مصلحتهم. اخر شيء كنت بفكر فيه انه يوصل فيها الطمع لحد انها ترتكب جريمه. اللي عملته انكم مش هين، اللي عملته كان اكبر من انه يتعبر عنه بكم كلمه، واقسى من انه نلاقي له مبرر غير الظلم والاجرام. يعني الماما اعترفت بكل شيء نسبوه لها؟ التسجيل بينه وبين مجد كان دليل قاطع وكافي على محاولتها قتل ياسمين. يا بنتي لما فات فراس بلعبة ليلى ما كان عارف خيوط اللعبة ولا لوين رح يوصل ولا لوين رح يوصلك انت فيها. كل غلطه انه مثل عليك الحب، ولانه هلا عايشه بصدق ما عاد بدك اياه. طلبت منكن ما بقى تجيبوا لي سيرته، اعملوا معروف، قفلوا على الموضوع. والمحامي كيف رح يقدر يساعد الماما؟ كيف ممكن تطلع من هالقضية؟ إذا محامي ياسمين رفع دعوى محاولة قتل ضد أمك، ما بعرف محامين وشو رح يقدر يعمل. طيب إذا أنت طلبت من ياسمين تتنازل عن الدعوة؟ ما بعرف بأي عين رح أقدر أطلب منها هالطلب. ما حدا منا بعد إله عين يشوفه. الفحوصات بينت انك اخذت كميات كبيره من حبوب ممنوعه. هيدي الحبوب بتعمل هلوسات، بتعمل تهيؤات، والاخطر انها بتدمر الجهاز العصبي. يعني كل الادويه اللي انا وصفت لك اياهم بدلوهم بهالنوع من الحبوب لحتى يوصلوك لجنون. ياسمين، ياسمين صعب هالحقيقة، شو صعب الحكي اللي عم تقولوا لي، انو ليه ما عم بفهم ليه ما قادرة استوعب. بعتذر قديش ممكن تضل حقدي على فراس؟ هيدا ما بيقولوا له حقد خليل. لكن شو بيقولوا له؟ صدمة عاطفية حبيبي. كان لازم بعد ما خلصها من الموت تنسى أو تسامح أو تعاتب، ما تاخد منه هالموقف وبهالقساوي. ياسمين بتفكر إنه خلص لي حياتي وقتل لي قلبي؟ مش عم تركب معه. ما قلت لي شو قال لك الماتر روبير؟ قال لي انه انا مش متورط بشي ممكن اتحاكم عليه. والله شاطر هالمحامي. وانتحال شخصيه زياد برحال شو لك؟ انتحال شفهي، ما في ادله. على كل حال انا وكلته يدافع عني وكان موجود لما استجوبني المحامي. عال فاذا صار في اقول لك مبروك. عشو؟ عانك زمط من اول قطوع. الله ينجيك من اللي جاي. وهالينا عم بترقبكم انت وياسمين. هاي مين؟ هيدي ليلى. وهيدا؟ هيدا انا متعطى الهم وراك يا شريك.
بعتقد بعد اللي صار ما في لزوم نضل هون ولا دقيقة. طب نحن شو قلنا دخلي باللي عملته أمي؟ كل اللي قالته أمك قدام المحقق إنه ما حدا منكم معه خبر بكل اللي صار، بس اللي خبرتني إياه إنه كل واحد منكم كان إله دور باللعبة. نحن كنا عم ننفذ يلي انطلب منا. كلنا كنا منكرهها لياسمين وكلنا كان بدنا نتخلص منها. تعرف ما عم صدق انه بعد لهلا ما رحت زرتها بالمستشفى. كيف بدي روح زورها؟ شو بدي اقول لها؟ كيف بدي واجهها من بعد ما عرفت كل شيء؟ ايه بس ما تنسى انه انت خلصتها من الموت، يعني انت المنقذ. استغلها الايجابيه وروح لعندها، يعني عن جد ما لازم تضيع هالبنت من ايدك، بنت حلوه. شو عرفت؟ ما انت قلت لي. رحت لعنده أصحابك اللي عندهم محل ورد وطلبت منهم يبعثوا له بوكيت ورد وكارت على المستشفى. ايه خبروني. يعني اذا كان عنده نية سامحني اكيد رح تتصل. مش ضروري، انا برأيي مش هيك بنحل القصص، لازم انت تروح لعنده وتواجهها. هوني حاسس حالي رح اخسرها. ليه؟ كيف ممكن تقتنع ان الايد اللي شاركت بتحطيمها هي ذات الايد الجاي بكل بساطة هيك عم تقدم لها وردة؟ ما بعرف شو موقف عمي سعيد بعد ما اكتشف اللي عملته فيي مرته. موقف عمي سعيد ما بينحسد عليه. سلمتهم شغلي وبيتي وحياتي، كنت مستعدة اعيش معهم كل العمر، كنت مستعدة حتى اتقاسم معهم كل شيء بملكه، ما طلع بهمهم الا المصاري. فتحتي لهم بيتك، ما قدروا يفتحوا لك قلوبهم، بتعرفي ليه؟ لأنه مالين حقد وكراهية وحسد. ما مصدق، ما فراس ما لقى غير الإنسان اللي بكرهه يتركني كرمالها. ببساطة لأنه فراس فضل مصلحته على قلبه. بس أنا صار لي كتير شباب غنايا فضلته عليهم. تعرف شو الفرق بينك وبينه لينا؟ أنت حبيتيه بإخلاص، بس هو حبك لأنه اعتبرك خشبة الخلاص بالنسبة لإله. صعبة كتير، كتير صعبة. إنه كل الوقت عم نحكي عن ردة فعل ياسمين ونسينا شو معقول تكون ردة فعل لينا، لأنه حضرتها مستقتلة لتعرف كرمال مين تركتها حضرتها. ليك لينا شو ما تعمل بحق إلا، لأنه أنا ما كنت وفي معه، بعترف بهالشيء، هيدي هي الحقيقة. يمكن لأنه ما كنت حبها كفاية. استعمل لي تشيك اب على الكتالوج قبل ما نبعته. خلي إلي يهتم فيه بليز. وانا بحس انه اذا الحب ما كان حقيقي وكامل ما بيستمر. ما لما تعرفت على ياسمين اكتشفت انه مش بس بحبها للينا حب ناقص، اكتشفت انه ما كنت حبها بالمره.
تشمت فيي ياسمين. أخذت مني فراس. رجعوا لمصرياتها وطلعنا بنظرة مجرمين وبلا وفا. بتعرفي لينا، خسرانة الوحيدة بيناتنا هي الطنط ليلى. الله يكون بعونها. الطنط ليلى لعبت فينا كلنا. خسرتني فراس، خسرت حريتها وصيتها، زلتنا وطلعتنا مجرمين قدام كل العالم. يا لينا، أمك أمرت بكل شيء كرمال مستقبلك ومستقبل مكرم، مش هيك لازم تحكي عنا. شو؟ شو سابين؟ أنت هاتك مش فهمانة شي من شي. أمي أمرت بكل شي كرمال أنانيتها. حلمها الوحيد كانت تقعد بهالفيلا، هيدا حلمها الوحيد، حتى ولو على جثة ياسمين. ما بدي مصريات الشغل يكونوا ناقصين ولا قرش. بدي سلمها لحسابات على اخر مليم. على القليله بهذا الشغل بيطلع صديم معه. بي الحكي معها ما عاد ينفع. امي ما تركت للصلح مطرح. مش امك واحدة اللي كانت مذنبة. كلنا كنا مذنبين. كلنا لبسنا وجوهنا على القفا حتى نخبي طمعنا بثروتها. انا بعدني عند رايي. كل حجر بهالبيت، كل حبة تراب وكل قرش من حقنا، مش من حق حدا تاني. حقنا أخذناه من زمان بس نحن ما عرفنا حافظنا عليه. انخجل وما بقى تحكي هالكلام. عيب عليك بعد كل اللي صار يكون الطمع عميق بعيونك. أنا نازل شوف المختار وما بعرف أي وش بدي أقابله. بحلف لك يا مختار انه ما كان معي خبر بكل اللي صار. يمكن من لحظه ضعف اخذني الطمع وفكرت اعمل وصي على ياسمين وعلى مصريات خيي، بس دايما كان في شيء جواتي مش مرتاح لافكاري. صادق يا سعيد، صادق. غلطه كبيره عملتها ليلى وما بعرف كيف بدي اطلع منها. هيدي مش غلطه يا سعيد، هيدي ساعه تخلي. ميرسي يا حبيبتي. خي عم يرجع اللون لوشي، يخبرني. كانت عم تسممها كل الوقت وبدك يضل في لون بوجهها. الله يسامحها. الله لا يسامحها، والله لا يوفقها كل عمرها. لو ما كانت المرحومة أمك بتعرف شرها ما كانت كرهتها هالقد. أخذت نصيبها، ولك ربنا ما عنده حجارة لاشق فيها. بس عنده رحمة وبيعرف يسامح. عنده رحمة وبيسامح يا عمو الناس اللي بيندموا عن خطاياهم واللي بيتوبوا، مش هيدي؟ يقبرني حبيبتي. هودي مفاتيح الفيلا لما بترجع ياسمين بالسلامة وسلمها فيها. لا يا سعيد، لا لا، الضفر ما بيطلع من اللحم. حتى ولو كان خيك متبني هالبنت، بالنهاية هيدي بنت خيك، ما حدا غيرك بيسلمها لمفاتيح. بس يا مختار، ياسمين بنت خي نعمة، ما تتفاجأ، بنته من مرة تانية. شو هالحكي هيدا؟ هيدي الحقيقة اللي لازم تعرفها ويعرفوها كل الناس. شو قررتي تعملي بالشغل؟ كيف يعني؟ يعني عمك سعيد رح تضل الوكالة معه؟ أنا اللي رح دير شغلي، بطلت بحاجة لحدا. لك تسلمي لي ما أشطرك،
هيدي أمينة تركها بيك لإلك، وإنت الوحيدة اللي فيك تحافظي على هالأمانة. شو يلي خلى نعمة ما يعترف بهالشيء؟ أنت بتعرف قديش المرحوم نعمة كان يحب هدى ويخاف على مشاعرها. ياسمين عرفت الحقيقة؟ بده يجي يوم وبتعرف. ستوريا مختار انتو اهل الضيعة اللي شفتوه منه. اهل الضيعة ما شافوا منك الا كل خير. بيلعن ابو الظروف اللي حطتكم بهالموقف. سعيد. كيف فراس؟ حاج قاعد على اعصابك، قوم لنروح لعندها على المستشفى ونخلص من هالموضوع بقى. ما بدي روح على المستشفى قبل ما تتصل فيي ياسمين، يا خيي بلكي ما وصلوا للوردات بعد. لك يا خيي وصلوا لها 100%. شو عرفك؟ شو اكد لك انه وصلوا لها؟ لك انا وصلت لها اياهم بايدي. ليه؟ ليه عملت هيك؟ كان عندي حشرية كبيرة اتعرف عليها بعد ما حكيتني عنها كل هالحكي، فتنكرت ورحت لعندها على المستشفى. كيف كيف كانت مرتاحة؟ لا أحسن. شفتها كانت مرتاحة متضايقة، شو بها؟ كان بتعرف اشتقت لها أنا. أنت شفتها أنا ما شفتها، أنا كثير اشتقت لها. شو قال لي كيف كانت؟ طيب قوم هلا بنحكي بالبيت. قوم هلا بنحكي. ياسمين؟ نعم. بين كل الحزن اللي انت فيه في عندي خبرية رح تنسيكي كل هالعذاب. بعتقد هلا صار وقتها. ليش بتعتقد انه انا قادرة اطلع من هالعذاب؟ يلي هلا رح تعرفيه رح يغير لك كل مفهوم حياتك. ايه يلا خبرها بلا مقدمات. يلا خبير. في أبشع من هيك موقف. عم يقف البابا قدام المختار. كل الضيعة عم تحكي علينا، ما حدا بيعرف شو عم بيقولوا. شو ما بدهم يقولوا يقولوا، بكره بينسوا. هن رح ينسوا. بس نحن مش رح نقدر ننسى إنه الماما بالحبس، ما حدا بيعرف إمتى بتطلع. كل أحلامنا انتهت بكابوس. Thank you.
خاطرك يا رانا، خاطرك يا خيي، سامحنا انتوا تحت التراب، سامحنا. هلأ صرتي تعرفيه، يلي كان لازم من زمان المرحوم نعمي خبرك عنه، بس خبرتك شو الأسباب. شو؟ هاي أنا مش مصدقة. كان عمري 10 سنين وقت بابي خبرني كل الحقيقة. يعني كان معك خبر؟ كان معي خبر. والله والله ما نكون هينين، هلأ كلكم معكم خبر إلا أنا والمرحوم هدى. لك أخ منك يا خليل أخ، سرك شو غامض؟ بيرغمي صباح شو بعمل لك؟ ايه بس هالشي ما عم بيناسبني. جبتوني من المأوى لينا بنت عمي. لك شو بفهمها لينا بنت عمك بالمأوى؟ لا حبيبتي، كانت ليلى خبرتها. لا يا حبيبتي، انت مش من المأوى، انت بنتي. ماشي طيب كتير، جبتي اليمين. شو هو؟ هلكة؟ هلكة؟ غير شي البومبو اللي بحبه. البومبو بتحبه ياسمينة. مرسي لكلا. يلا وحيدي للعبة. شو اسمها لعبة؟ ليلى. ليلى افتحي تمك. لك يخرب بيتك، كل عمره نجسي وبتبخ سم. من بعد ما خبرت بابي بهيدا الشيء صار كل ما يتطلع فيه يلاقيه شارد ومش مرتاح، وكان اوقات وقتها يغمرني ينزلوا دموع. مره اخذني على كافيه وهونيك خبرني كل شيء وقال لي كل اللي قلت لك بضل سرنا صغير، ما بدي حدا يعرف شيء، حتى الماما هدى. وعد؟ وعد.
هيدي الماما هيدا. أنا بحب الماما هدى كتير، ما بدي حدا غيرها يكون الماما. وباقي هيدا السر صغير بيناتنا لحد يتمم. ما راح بغيتك تقبريني شو بدي قلك. الله يرحم أهلك يا حبيبتي. يلي مثلهم صعب الواحد يقدر ينساهم. ما بيروحوا من بالي ولا لحظة. عايشين هون جواتي. حاسة انهم ما بتركن ولا بيتركوني. ما كان في ضرورة تعمل كل هالشغلة وتجرب تشوفه لخليل حتى لتحكيها للست ياسمين بالواسطة. انه يا تلفلها يا روح عندها للمستشفى. ليه عم بتحور وتدور؟ لأنه ما بعرف شو بدي اقول لها. ما بتعرف شو بدك تقول لها؟ ليه ما بتسألها إذا وصولها الوردات مثلا؟ ما حضرتك وصلت لها إياهم بإيدك. بخي شو عرفها فيي؟ شو عرفها فيي؟ استعمل قصة كحجة. يلا بشرفك، بعدين الأشياء بتطلع منها لحالها، شو أول مرة بتحكي معها؟ طفيلي هي وتلفلها. وينو تليفوني؟ تفضل. فراس مش هيك؟ ما كنت متخيلة رح يرجع يتصل. فكرته فهم لوحده. ظاهر بده ياني شربوا اياها بالملعقه. كيفت؟ سكرت الخط. شو عم تعمل؟ ياسمين شو عم تعمل؟ إذا عبالو يعرف رأيي بالنسبة لعلاقتنا. بعتقد هلا صار يعرف. ما بقى تتصل فيي ونسي رقمي نهائيا. عم تحكي جد؟ مش مصدق؟ راها على القليلة عرفت حقيقة موقفها منك. كنت عارف حقيقة موقفها من الأصل. حق عليك، أنت فتها حياتها غلط. فكر كيف بدك ترجع تفوت صح. صح ولا غلط ما بقى تفرق هلا خلاص. ياسمين سكرت الباب، بتعرف شو يعني؟ يعني حكمت علي بالإعدام. وائل، في ظروف خلتنا نترك الشغل. نحن غلطنا بحقك وجبرناك تقدم استقالتك بدون ما تعرف ياسمين، بما انها هي صاحبة العلاقة. تفضل. جاي استلم مركزك وبتبقوا بتظبطوا الحسابات انتو مكرم لكاني طلعت بالسلامة. بالاذن.
دكتور في سؤال ضروري اني اسالك اياه، بس بدي اياك تجاوبني بصراحه. تفضلي. حضرتك يلي حكيت مع عمي سعيد تيمنعني اشوف ناس بيذكروني باهلي وبالماضي؟ ايه انا. لانه حالتك ما بتستدعي كانت انك تشوفي حدا بيذكرك باهلك. وهلا حالتك تستدعي هذا الشيء؟ طبيعيه 100%. حتى دواء اللي كنت وصف لك اياه فيكي من حد هاللحظه ما تاخذيه ابدا.